السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة ولوج موقع تلميذ تيس. إذن نكتب تلميذ تيس. نعم، الصفحة الأولى. نضغط على الصفحة الأولى. نعم، كما كتلاحظوا هنا عندنا المستويات ابتدائي، إعدادي، والتأهيلي. كنختار أي مستوى بغيت، مثلا السادس ابتدائي. كيطلع عندي هنايا المواد، نختار مثلا اللغة العربية أو الفرنسية أو الاجتماعيات أو الصرف والتحويل، اي مادة بغيت. اختار مثلا فرنسية، كنضغط على بحث، كيطلعوا لي الدروس اللي عندنا ديال الفرنسية. لو بغيت نرجع او نختار مثلا شي مادة اخرى، مثلا اللغة العربية، نفس الطريقة بحث، كيطلع عندي مكونات تاع اللغة العربية. الى بغيت نرجع للقائمة الرئيسية، هي هذه القائمة الرئيسية. مثلا نختار الثانية بكالوريا، نفس الطريقة كاين عندنا الدروس، كنختار أي مادة بغيت، مثلا رياضيات، بحث، وكيطلعو عندي الدروس اللي كاينين ديال الرياضيات. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.